جود مورنينج جود مورنينج. بتذكر اني جيت على شيكاغو من تقريبا شي 4-5 سنين، قطعت نهار واحد مثل هالمره مش عم بقدر استلذ فيها وابرم مثل ما لازم. كان نهار واحد كتير حلو، برمت ان داون تاون. صار الواحد بيجي على شيكاغو بيعمل اهم شغله، شو هي؟ شيكاغو ديب ديش بيتزا. هيدي هي يلي رح ندوقها اليوم، يلي هي البيتزا الكتير سبيشل. بتجي سميكه كبيره هيك مع اطراف، وبتتعبى جوا بندوره جبنه، بندوره عجينه عن جديد، بتصير هيك. وهيدي الاساس. نايمين باوتيل اسمه دي أليجرو رويال سونيستا، مش سامع فيها البراند اول مره، بس طلع عندهم شيء 6 أو 7 سب براندز موجودين تحتها. عملوا لنا ابجريد، ثانك يو. بنايه كتير قديمه، كتير قديمه، الاليفيتر قديم، الاوضه قديمه، الشبابيك قديم، السجاده القديمه، الضوء الاسود. هلا برجع بصور لكم اوضه ما صورتها بعد، بس الترويقه الصبح لذيذه. بامريكان ستايل داينر على الجراوند فلور تحت اللوبي، في مثل ما شفتوا صحون شكله حلو، بيشهل منيو، يعني بيشهل لدرجه طلع بالي الفرنش توست، طلع بالي البيجل، طلع بالي الاكس. رجعت قلت اوكي دقيقه، في اليوم في بكره معنا وقت. منبلش بالافوكادو توست اللي لفت لي نظري، البانكيكس المعمولين مع ريكوتا كمان لفتوا نظري، افوكادو كريم، ميديوم اكس، فيري كرانشي شباتا بريد، وفي حدن بيكل توميتوز او جام توميتوز صغار معمولين مع زيت زيتون. And it's good. It really is good. Avocado cream. مظبوطة. بلا بصل. بلا بندورة. بلا خبار. البندورتين كتير حلوين. البيضة ميديوم. ميديوم. Wow. Great start. شيكاغو. Here we come. Next. 3 pancakes. رفاع. But fluffy. Maple syrup. Ricotta cheese. لأنه رفاع شوي ناشفين. بس ما بيمنع انه مشغولين صح. هيدي الجبنة. شوية بيريز. الميبل مش مسخن مثل ما بيعملوه بال اي. Good food. Good food. Good quality maple syrup. Yummy. And nice bread. في كتير أكل اليوم. كتير كتير كتير. برد 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 برد. نقلنا من شوب، من رطوبه، من حراره على السلسيوس تقريبا 26. سان دييغو كنا عم نلعب بين 16 17 22، هلا رجعنا على برد كتير برد، كريسب هول اللي بفوت على العظام، مع انه الشمس كتير حلوه والطقس حلو. بيوتيفل شيكاغو. شو هالامريكا، كل مدينة إلى قصتها، كل مدينة إلى 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 رونقها، كل ولاية إلى شيء. وبننتقل محل لمحل، الناس تتغير، تصرفاتهم بيتغيروا، الأكل بيتغير. وعي كتير حلوة، كتير كتير حلوة. ما بعرف، برجع بسأل حالي ما بعرف كيف بعدني مضاين 14 يوم فل، 16 ساعة شغل بالنهار، and I'm super enjoying it. Call it a discovery trip. مظبوط، ما مني سكادجولد، ما عم فتش كتير على المطاعم ان كان لبنانية او العربية، بس عم بكتشف امريكا. تن الله راد ما تكون اول مرة واخر مرة، تكون اول مرة ويمكن سفرتين بالسنة. شيكاغو for 24 hours من عيشة. رايحين هلا اول وقفة وين؟ على التايم اوت ماركت.
Hi, welcome to Time Out Market. My name is Aaron Lancero, General Manager here in Chicago, welcoming you to one of our markets, which first started off in Lisbon, Spain, and now here in North America, we have 5 locations currently, one in Miami, one in Boston, one in New York, and one in Montreal, Canada. And we're still looking to grow and visit many more cities and many more to come. Market Chicago, we're here, we're all about the epitome of bringing the best the city has to offer, from wonderful sweets to pastries, coffee, all the way down to Asian, Ethiopian, Latin, Greek, Lebanese, soul food, barbecue, pasta. Again, bringing all the best culinary cuisine that our city has to offer. Who is an award-winning chef, Michelin recommended, James Beard nominee. He has 2 kitchens here. One is his ramen bar, which is all about Asian influence with a little heavier on the Korean side, where he's from. And again, it does very well here, whether it be cold, hot, whatever the temperature is out there, people love a great ramen. Next, we have our wonderful donut shop, Fire Cakes, founded and started here in the city of Chicago. Has a wonderful array of selections, and then they actually come up with great seasonal ones every so often too as well. One of their claim to fame is their donut ice cream sandwich, which is something you must have. Next is our newer addition, which is Damara Ethiopian Cuisine, who's been in Chicago for a very long time, up in the uptown location, and now we have the very fortune to have it here in the West Loop. And here we have Yvette's Fresh Lebanese that really showcases great light fare, a lot of bold flavors, which is actually very popular, especially during the spring and summer. Here you can see that they do their shawarma, they do their wraps, and again, just recently they did the mezza with the stuffed grape leaves, and their spreads are definitely something that you must have. Then we have Luella's, the epitome of what Chicago is, soul food. They've got this wonderful buffered buttermilk chicken and waffle, which is something that you must have. A lot of flavors, spice, sweets, just comfort all the way around. And it's just definitely one of the epitomes of what Chicago cuisine is all about. So Anthony, definitely would like you to try our wonderful soul food kitchen, Luella's, try Yvette's as well, being from Lebanese, and also either Fire Cakes, which gets wonderful donuts there, and then either Bar Goa, which also is great Indian cuisine that one of the chefs they brought in is one of the top chef contestants in London. And then Soul & Smoke, if everyone loves barbecue, and barbecue is a big thing here. A lot of great notoriety, and recently they've been invited to the inauguration of our newly appointed mayor of Chicago. So this is our 3rd floor.
where every market has an area where you can be able to view what the city has to offer. The skylines, the train, you know, all walks and culture of life in our city. And here we'll always have an outdoor, regardless of the weather. And in Chicago, you know, everyone enjoys our summers because it's very short. And frankly speaking, when the weather is like this, everybody's out. Here you get to see, this is what we call our light rail system. So this is the, you know, one of the great stories about City of Chicago. When you see the train go over there, one of our wonderful skylines of downtown. Obviously the art that's put on the wall too as well, that we're a very artistic city as well. And then if you look over here, the continued growth and development of our city. شو هالتايم اوت ماركت؟ خلينا نبلش خبركم نفوتكم بالتفاصيل. انا بيج فان، بيج 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 فان. اهم شغله هو حلمي اللي كان من زمان ايام سيت فود ماركت بلبنان اني اعمل بيرمننت بليس، بوصل لهون بلاقي حالي بمحل ما انا بحب كون. كل كويزينز العالم بمدينه وحده بمحل واحد، في احلى منها؟ مش معقول. تخيلوا انتم وصلتوا على شيكاغو مثلي، عندي 24 ساعه ما عندي وقت، بدي اشوف يمكن من اهم المطاعم الموجوده بالمنطقه بالمدينه وبدي ادوقها كلها سوا وارجع فل. This is the place. من بعد ما اكيد رحنا على دبي وشفنا الماركت الرائع، من بعد ما طلعت على موريال مرتين and I loved it. يمكن غير محلات بالعالم ناس عنا هلا، هالمره بشيكاغو ضروري كنت اعملوا زياره. ما راح اخبي عليكم انه عندي هيك اذا بدكم مثل فابل مثل كودو كير. ليش؟ لانه سي اي او لبنانيه ساندي حايك اللي بقول لها هاي دائما وببوسها وبقول لها ثانك يو على كل شيء عم تعمله، ودائما اند شي ميد شور انه بكل واحد من التايم اوت ماركت يكون في كورنر لبناني دائما، ان كان بموريال ان كان بالامارات ان كان هون، ودائما في هذا اللبناني اللي لبنيس كويزين فيري براودلي اند اي لاف ات. اني ثينج يو ونت. خلينا نفوت بالتفاصيل. يمكن اكثر من 15 او ما بعرف 20 محل. البار اول طابق، محل ما في شو كيتشن اند سبيشال ايفنتس. الروف توب محل ما واحد بيقدر يسهر. بعدين صحون المرتبه كلها مطبوعه مش كرتون، كل واحد عنده الصحن المرتب. سو هيدي اذا بدكم هالشيء اللي بيجمع الكل مع بعضهم تيكونوا اندر وان روف، كل واحد اندبندنت، ديكور تبعه البرزنتيشن تبعه الاكل تبعه، بس بيلتقوا كلهم سوا بزيت الصحن زيت الطاوله، common working space communal tables والقعده تبلش هون. هلا بالمبدا لازم نبلش بكل شيء مالح، بس انا بلش يدوب ايس كريم ستافت دونت. بتعرفوا الايس كريم تركتها بالفريزر بطريقه شوي دايبه كرمال تقدر تو بي سكوبت وبعدها ما عم بتدوب. حطيت لي كراميل كوكونات بيتس. Very fluffy donut, nice icy sugar, dark chocolate. Wow, I love it. والكراميل على الوجه ما عطي sweetness، بالعكس منخار عم بيروح لهون. روايح، بطاطا، octopus، lime. And there is more coming. That's a very good octopus. طري، juicy، منه تشوي ابدا. واو، that's a good one. That's a very 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 good one. رح ادوق اللبناني بعدين ارجع مكفي على البقيه. ساندويتش شاورما ملفوف بالالومنيوم، حرزين وكتير كبير. رح نقص بالنص لحمه، بطاطا، بندوره، خس. It's a steak sandwich I would say. Very good quality. Very good quality. مانو شاورما لبناني،
قريت على المنيو ستيك اور سمثينج فيه كل شيء واحد معقول يتخيله، ان كان بطاطا بندوره، خس ملفوف، خس كبيس، فيري تندر بيف، طلعوا شقف اللحمه اللي هي شوي مثل الييروس. كنت قتلين هم كتير من سماكه الخبزه لانه مش مفتوحه على بعضها، وهالشيء انا ما بحبه بالاكل اللبناني، انه ليش ما بنفتح الخبزه عن بعضها؟ بروبلي شباب ما بتعرف، ايفن دو مش مفتوحه عن بعضها الخبزه كتير طريه وما بتعلق. This is comfort food, fulfilling. I enjoyed it. Next هي شيء أول مرة بدوقه بحياتي أكيد بيكون، هو fried, deep fried green tomatoes. نسيت انه التوميتو فيها هالقد مي وهالقد بضلها سخنه. اوه ذس از سو جود. كيف ما فكرنا بالموضوع قبل؟ منه تمبورا، كريسبي، فيري كريسبي، كرانشي، بسكتي باتر. اميزنج جرين توميتوز. واو ذس از جود. سوبر ريكومندد. اند ذن تارارارام. واو ذس از ا فيفورت. Waffle and chicken. I want you a good waffle. Deep fried chicken. Spicy sauce. And maple. Yes. Crispy chicken. Savory waffle. And sweet maple. ما فيكم تتخيلوا قد ايه هيدا الشيء طيب. مثل ساعة اكلت بيض مع ميبل والناس قالت لي شو عم تعمل؟ You can't imagine. شقفة بيض، شقفة دجاج كبيرة سميكة، سوبر اكستريملي جوسي. Oh my god. This is so freaking good. I love it, love it, love it, love it. Big, big, big chunk of fried chicken. تلاية sweetness and maple. Oh my goodness, this is so good. Wow, what an experience. Good food, great vibes. Diet Coke تمن تقل. Time Out Market Chicago is a must stop. هلأ الفايب ببلش يعلى، الموسيقى تبلش تعلى، عجقة كتير على الساعة 11 الصبح، الناس هون تجي بتعمل meetings، بتاكل، it's casual. It's a vibrant place where people meet up. مش ضروري واحد يفوت على مطعم أو يروح على كافيه، في شيء يقعد هون يقضي النهار وما حدا بيقول له وينك. انترنت قاعده، الناس عم تشتغل على كمبيوتراتها، كافيه، دونات، ساندويتشز اند سو اون. بريليانتلي دون. اي لاف ات. Oh, this is our wonderful most popular cocktail called the Dream Girl. Handcrafted cocktails are a big part of Time Out Market. Here we have pisco, fresh lemon juice, little aperitif, and then little bitters that are just sprinkled right on top, and that's why you have that little beautiful design. Look, yalla, the shlaq, let's get crazy. Drink abuk at sabah. Zaka ha drink. Refreshing, sour, sweet, bilbaq ma al akil. Tala abeli, kafe akil. Oh my god. Very enjoying it. Ah. هوا برد رقبتي. Amazing Time Out Market. Amazing. I really love it. عن جد genuinely genuinely شو هالكونسبت العظيم. وان شاء الله شي نهار نفتح مثله بلبنان. ان شاء الله ان شاء الله. One of my dreams might happen. Next. نحن بشيكاغو. شو بياكلوا بشيكاغو؟ بياكلوا ديب ديش بيتزا. شيكاغو ديب ديش بيتزا ضروري. فرح نفتش على شي محل من هول القراب المعروفين وفرجيكم هيدي البيتزا هالقد اللي بتمغط الجبنة تبعها نص متر. بلعت بريقش كأنه مش كأنه ما أكلت شي بعد.
جوجل اول محل. اوكي خلينا نبلش خبريه من الاول. واحد بيوصل على شيكاغو ضروري ياكل ديب ديش بيتزا. مين الاول؟ مين اخترع؟ مين بلشها؟ هو بيتزا اونو. بس على المنيو هون مكتوب قصه بيتزا اونو بمحل منه بيتزا اونو، اسمه بيتزانو. تسال الويترس هل زيت الاونر؟ نو اوف كورس نوت، ما هن كومبيتيشن. اوكي دقيقه خلينا نجرب نفهم. بالمبدا حسب ما جوجل وشفتشت انه بيتزا اونو هو لشخص ابنه فتح هيدا المحل، وما بعرف اذا بيعوا هيديك او بعد، بس they're very proud of saying they create بيتزا اونو. البابا عمل بيتزا اونو، هلا الابن عمل هذا المحل لبيو يلي هو اعتبره شوي اب سكيل ديفرنت بار بيرا اند سو اون اند سو فورث. شو بياكلوا هون؟ بياكلوا هيدي البيتزا، بيتزا اللي بتاخذ نص ساعه تتحضر. نص ساعه، بعد نص ساعه عندكم شيء هالقد بس محمص من تحت وما بيكسر وما انه تشش. شو السيجنتشر؟ هي هيدي، هيدي سميكه جبنه بندورة، العجينة مثل البسكوي تنطبخ بقلبها and you get this. super crunchy dough, very acidic, real tomatoes the Italian style, amazing thick cheese. جبنة دايبة رائعة سميكة، البندورة حامضة بالتعقد، والعجينة بسكويت. افتو طيبة، افتو طيبة، سوبر طيبة، ما بقدر وقف، سوبر طيبة. بس في ثلاثة كتير مشهورين، جوردانوز، اونو، او بيتزانو، رح نعملهم ثلاثة اليوم. او ماي جود شو طيبة، اف شو مهمة. حتى نجرب ندوب الجبنة بعد شوي اكتر. It's so good, so amazingly good. وهيدي هاي ريحة العجينة 10/10. عجينة طعمتها حلوة، الخميرة طعمتها ريحتها حلوة، الجبنة good quality ومنا بقى زيتتها لبرا، التوميتو عظيمة، شوية مشروم شوية بيل بيبر. بيتزانوز صح؟ صح. excellent recommended. واحد من الاشهر المعروفين كثير اسمه جوردانوز. جوردانوز عنده كم فرع؟ كلهم مينيموم عنده 3000 4000 ريفيو. هون عم نحكي عن 11000 ريفيو، محل كثير مشهور. تجي اسمك اعرض، وقفتها غير. ذا شو اوف ذا تشيز از واي ديفرنت مثل ما شايفين، والناس فوق بعضها. وصلنا على واحد من اهم واكبر الفروع اللي هو هيدا. 11000 ريفيو تقريبا بالغلط، باب ما بتفكروا فيه، فكرت فايتين على شي مول صغير. اند ذن بوم 45 دقيقة، يعني بيعرفوكم اياها، بطل عبالكم تاكلوا، بتشبعوا، ببلشوا بدكم تصرخوا، عندن 45 دقيقة معيارة يعني على القد. The good part of it انه فريش، ما في شيء بيتسخن، and then you have that super cheesy double cheese mushroom bell pepper tomato sauce pizza. Delicious؟ ايه. جبنة كتير؟ yes. Tender dough؟ الليتل بيت بسكوتي ايه.
مشهور كتير ايه بس لقلي هيداك اطيب كتير 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 كتير. اذا بدكن اعرق كلاسي اكتر، ما في خبصة جبنة هالقد، منا تيشة هالقد، بسكتي اكتر ووقفتها مثل ما شفتوا احسن بكتير، منا شو بيتزا مثل هيدي. This one is very good. The other one is exceptional. Giordano is a must try. وبيستاهل بعد كاتشي. قصة كبيرة. جبنتهم قصة كبيرة. قصة 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 قصة. برجع بأكد أنه هيداك أكتر بكتير. أكتر بكتير كتير كتير كتير. بس ما بيمنع هيدا. Instagrammable pictures. The whole nine yard of elastic cheese. و45 دقيقة عم تاكلوا بيتزا سوبر فريش. او ماي جاد اي لاف توميتو صوص. فعلا جابوا ذا بيست اوف ايطاليان على شيكاغو، ما خسروا البيتزا الطليانية يلي بدها 90 ثانية بالفرن، بتعرفوا كثير منيح، هي بدها 45 دقيقة تحضرها وحدة وحدة، بس بعدها الفليفر ريتشنس النفس طلياني بامتياز. بس هيديك اطيب. بيتزاروز أول واحد أطيب كتير 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 كتير. عم بركض لأنهم يومين وعلى السريع. طقس ابنا حلو على بكره، الشمس حلوه، هلا بلش يطلع الهواء شوي، بعده برد بس ما بيمنع انه بعد النهار باوله، من بعد ما عملنا اول بيتزا ثاني بيتزا ولازم اعمل بعد الثالثه وغيرها، هلا صار وقت بوظه اكيد. سو ايس كريم اراوند مي، لقيت واحد هون، ومش بس هيك لقيت ميوزيوم اوف ايس كريم كمان اذا فاتح راح اعمل له زياره. شيكاغو رائع، الالوان كل بنايه لون، الشمس ريفلكشن، الازاز من هون ومن هون كتير حلو كتير كتير حلو، الخضار على الطرقات مش معقول. كيف ما خبركم كيف ما واحد يبرم في صوره، كيف ما واحد يمد عيونه في صوره، وبعتقد عم تشوفوا قديش هالالوان الحلوين، صوت الترا وصوت المترو بيقطع من هون ومن هون ومن هون. بيوتيفل فايب. طلع تحت الطريق، واو طلع تحت الطريق بوجه النهر، ريحة واصلة لفوق، لحقت الريحة بس ريحة الوافل. Voila, and it's ice cream time. Nice reviews, good reviews. Feels like a good texture, and it is. Lemon. Intense lemon. من البوظة اللي شفناها بعدة محلات بكاليفورنيا اللي هي complicated flavors, just simple ice cream. صوت الكراميل، شوكولا، قول هني. ما تقولي صح. American style, creamy, very creamy ice cream.
منه ما في ابدا ايطاليان انسبيريشنز هالخفيه ابدا. Very intense all the way. القعده حلوه، اصوات حلوين، شمس حلوين، اهم شغله انه freshly made waffle على مينوت. هذا صوت الترين هيك كل النهار رايح جاي رايح جاي. واو ده شكله طبيعي طبيعي كتير، طالما ما في حليب طبيعي كتير. and fresh crunch. I love it. I so love it. والله هيدا اكتشف. وصلت على البناية اللي فيها ميوزيوم اوف ايس كريم يلي الفوت عليه $45. I'm not sure it's worth it. And then Tribune Tower. Tribune Tower لفيت حواليها كلها سوا وصورت تقريبا كل الشقف اللي مجمعين من كل بلدان العالم. اقرب شيء لقلنا في عندهم قطعة من الاردن، والباقي شقفة 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 بتقوله مش معقول كيف جايبينهم، ان كان كولومبيا، ان كان فكروا مؤخرا اخر شغله بشقفه حديد من 911. اوكي منا موجود يمكن على التورستيك ماب تبع المدينه، بس it is worth visiting. وبتشوفوا بتدقوا بكل شقفه حجر، يعني كان من الفاتيكان all the way للحديد تبع ايامنا، all the way لرومان روينز من ليبيا. That is a discovery. شو بدنا ناكل هلا؟ شو عم بعمل هون؟ ما قلت لكم حبيته لدرجة عبالي كنت ارجع اجرب بمنطقة تانية ببلد تانية ويمكن شيء تاني اذا عندهم. اول مرة مش انا طلبت، معزن رح طلب لي وطلب لي البرجر العادي اللي هو بلا خضرة وبلا جبنة. فقلت يا صبي ليش ما منجرب شيء تاني اكتر عن جديد. رجعت طلبت مايو لانه ما بيجي مع صوص ابدا، وطلبت الفرايز على جنب. شكله حلو
هلا ما بعرف البندورة بتلبق له هلا مجرب، بس شكله حلو، شكله كتير حلو. Very inspiring. عبالي زدت له مايونيز من تحت ومن فوق وانبسط بالجوسينس تبعه. Literally amazing. شو هالجاج؟ لك شو هالجاج الطريه رقيقه اللي ما فيها كتير اشياء بتكسر من برا. بيقولوا انه بحطوها ببيكل براين كرمال تطرى. مش معقول شو هالجوسينس. ولا البندوره الخس مش عاطله ابدا، والجبنه من فوق عظيمه، بدها مايو اكيد. فيكم تحطوا لك كل انواع الصوصات يلي فيكم تطلبون وبيجوا ببلاش. It's so good. It really is good. Really, really, really good. ما تنسوا خبركم على الفرايز. اسمه Chick-fil-A and it's amazing. شو هالبراند؟ ولا تشيكن برجر بالعالم هالقد سيمبل هالقد طيب. عن جد واو. كاتشي بعد بس تبع انسى الطعمة. طيب طيب كتير كتير كتير. كل شيء البالانس، الخبزة، الكواليتي اوف انجريدينتس، طيب طيب وماكسيموم. بشيكاغو بيقولوا عندهم اهم هوت دوغ، فرح نفتش اراوند مي. واحد من الاهم بورتو سمثينج. اني واي هلا بنوصل له. هوت دوغ ان شيكاغو ماست تراي. هولي كلهم قبل العشاء. ايه بس هولي هيك بيتي كرو يعني، ولي بيعبوا شوي قبل ما العشاء. رح نحضر شيء حرزان. سألنا جوجل، سألنا جوجل وين فيني اكل هوت دوغ. اوكي كثير معروفين بستيك ساندويتش. دلنا على بورتيو. بورتيو از ان انستتيوشن. بورتيو از ا ماركت. بورتيو بيحطكم على اولد تاون امريكا، كلهم سوا موجودين هون. عجقة، ناس، قضوية، موسيقى، سيارات طالعة نازلة من السقف. فيري 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 انجويبل تورستيك ديستنيشن. بتفوتوا دغري بتقفوا قدام الخط، بتقفوا الصف،
تطلبوا الاكل، ما تسالوا عن المكونات، ما حدا بيعرف، ما تسالوا اذا في توم، ما حدا بيعرف، يلا 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 ماشي، وبالاخر في واحد كثير مهضوم بصير عيط. 4 wait no more 8 don't be late 5 ما بعرف شو كثير مهضوم لذيذ، ومثل ما سامعين الموسيقى بعيده وراي. بيشو مشهور لكن قلنا هوت دوغ اند ستيك ساندويتش يلي لازم نذوقهم بشيكاغو. هذي اول ورقه، ثاني ورقه، وجوا فيه اللي بتشوفوه وين ما كان على الصور نورمال نون سبايسي، نورمال نون سبايسي او اطلبنا سبايسي نسيت شو اسمه، بيل بيبر ستيك ساندويتش خبزتها كثير طريه ومذوقه. وعندنا هون ذا هوت دوغ هيوج بيكل اللي موجوده وين ما كان، مش بس عنده، مع هيدي شقفه الحر. هلا بنشوف اذا بجرب حظي. بريوش بون بيكل من فوق، ماسترد، بندوره شي لونه اخضر بعتقد، ريليش، and it is indeed good, very good, very nice pickle, sweet pickle. هذا معبولين حراته، معبولين منيح، sweet pickle, very sticky brioche bun, relish بندورة، sweetness جوا كتير واضحة، المصر كتير حلوة. Very acidic sweet pickle and good quality hot dog. ما له ريحة بشعة مثل الهوت دوغ تبع الكانز. And then steak sandwich، خبزة كبيرة حرزانة، very good very good. في كمية لحمة، سياحي وطيب كتير. شغلة بيلفت النظر، نحن ماشيين شفت probably one of the biggest McDonald's renovated، كله ازاز، شكله مثل الابل ستور ستايل، ازاز على كل الميلات، الارض حلوة، الطاولات بعاد عن بعضهم، very classy wood yellow، golden arches عم بيرجعوا again and again، وكتير عم بيستعملوهم مؤخرا، عم نشوف الماركتينج تبعهم اكتر، الاحمر اختفى والاصفر والجراي مبين اكتر، renovated decor. ما قدرت الا ما فوت لهون، مش بس تدوق وشوف اذا طيب اوراق مثله مثل كاليفورنيا، بس تفرجيكم هالديكور الجديد اللي رح تشوفوه اكثر واكثر بكل بلدان العالم، بلش باوروبا وهلا صار من مكان. انتبهت انه الاحمر اختفى؟ Big Mac to start. أول شيء ديكور، ديكور كتير حلو، الخضار، أكتر من 10,000 بلانت محطوطة، كل السقف سولار بانلز، كله تغير، الإزاز عم يفوت موين مكان، بيفوت ضوء، بيستعملوا ضوء أقل، بيفوت حرارة، بيستعملوا هيتينج أقل، الجلد اللي ما كنا نشوفه أبدا من ماكدول، the big arches، اللون الأصفر اللي بيعطيه شوية تريندينس بس بلا ما يكون كتير ولادة. أنا اللي عم بعمل لهم دعاية يعني، بس أنا حبيته. أوكي ديل، معلش فاين. واللي بيقول انا ما باكل ماكدو كتير فاست فود بيكذب على غيرنا، لان كلنا بناكل ماكدو. ماكدو حلو مرتب، بيج ماك ميد على مينوت، نو اونينز، خبز فريش طازه. ام
البيج ماك صار فيه صوص أكتر بلا ما تطلبوه. حسيتها بآخر اثنين طلبتهم. Very thick, enjoyable, lettuce, pickles. صوص من تحت صوص من فوق انتبهتوا. Nice, thin, juicy meat. ما بقدر أوقف. I'm a big fan. I love it. And then, comparison. Crispy chicken, copy paste, زيت الكيس, زيت الشي, مثل تشيكفيلي. شافت دجاجة, اثنين كبيس, خبزة فوق, خبزة تحت, ما فيها صوص. Let's see. فيني اقول ما خصهم ببعضهم, بس هذا كتير طيب. بكل صدق هذا الشيء كتير طيب. بده مايونيز ايه, بس شقفه لحم, شقفه دجاجه محطوطه بين خبزتين, بيري جوسي, وخبزتها غير هديك تبعته زيح بالنص. طيبه انه الحق ينقال يعني. يي بياكل ماكدونيا. شدوا حالكم شوي. البيج ماك معمول من خبزه بتعمله حيالله بيكري, وهي البيكري اللي بتعملها بتبيع خبزتها بقلب الماركت. معموله من شقفه جبنه كلنا بنجيبها على البيت, معموله من شقفه لحمه فيها 80% meat 20% fat, معموله من خس very fresh with very high standard. الصوص كاتشب, مطارد, مايونيز, whatever they put in it, and it's good. اذا حدا عم بيقول يعرف ياكل برجر, على القليل بيعرف مثل ما بيقولوا على اللبناني قرعه بيو من وين, هيدا هو. لانه ما في بيض وما في خبز وما في مكونات مخبيين, and it's done fresh قدامكم. So why not? مش عم عملهم دعاية, اسمه junk food at the end, بس انا at the end it's clean food. بناكل اشياء كتير شوكولا واشياء بلا طعمة يمين شمال, والكل ما بنعتبرهم. And when it comes to a burger بتقوم القيامة, وبنشوف قديش في بابل تي اضرب من هيدا, وقديش في شوكولا على الطرقات, وقديش في كوتن كاندي, وقديش في اخبار عم تعملهم لاولادنا اضرب من هيدا. بس البرجر اوعى, لا ناكل برجر بالبيت. ويمكن المحلات هول مكونات under higher standard than شو من لقيا من شمال. I enjoyed it. A day of discoveries. شفتوها the first time على no garlic no onions. بتما شفتوا هذا المحل اللي عم بيبرموا كل محلات العالم هيك, سو بطل فيه the old McDonald's, the tent والجرين واحمر etc. هيدي الدايركشن الجديدة, وفي شيء رح تنقز وتشوفوه من هلأ ورايح. بطل فيه كرتون, الكباية البيضة الكرتون مع الام رح تختفي. كلنا تعودنا عليها بكل بلدان العالم سنين سنين سنين, فروحوا جمعوهم من هلأ. إذا بتعملوا كولكشنز رح يختفوا. And this is the new approach. رجعنا على البلاستيك, قطرة بتشوفوا شو في بقلبها. وبعتقد بلاستيك, بعتقد لأنه رجعوا على الريسايكلينج, واعتبر أنه بلاستيك is more recyclable than carton, even though مكتوب عليها not recycled in all communities. بس 2023 it's a new approach rolling out بأمريكا and probably around the world. من برا solar panels, كهرباء 100%. استعملوا نص أزاز, الباقي كله صوى فاضي مثل ما شايفين. الشغلة بتلفت النظر كمان انه الساين بورد تعودنا عليه اللي لونه gray مع زيح مكتوب تحته درايف ثرو 24/7 اتسترا بلاي بليس, مع الام راح صار ابيض والام عليها. بمحل هالقد كبير عندهم مجال يعملوا بلاي بليس, ما انعملت probably تيعطوه different standard. بطل ماكدونالد للولاد, صار لكل الناس. واضح again very inspired by اكيد ابل ستور, هالكلاسينس الازاز, كتير خشب السقف ما زبين معنا. امبرسيف.
بلش يبرد الطقس، بلش الدينان يجلدوا، بلشوا الأصابيع يحسوا ونحس فيهم. عندي هيك استنتاج صغير أو تعليق صغير، يلي شفناه بأتلانتا داونتاون طرقات فاضية، فاضي فاضي كومبليتلي، ما بعرف ليش. مبروك. طرقات فاضية على الآخر، وقالوا لي أنه بأتلانتا الناس ما بتتجمع بقلب المدينة، بس أنه كله all around west etcetera etcetera. بشيكاغو oh my goodness، ناس فوق بعض، ما في مطعم فاضي، صناعتين على ثلاثة، ما في كرسي فاضي. السيتي فول اوف لايف، طرقات مطربقة عجقة، ناس sunset. نحن اليوم بأرضية الجمعة and it's wow. طلع شو حلو وراي، طلع شو حلو نص الطريق عم نمشي. Beautiful city. Amazing. 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 Full of life. الأرض عم تحكي energy. الأرض عم تحكي شغل. Beautiful. Cheers to me and cheers to you. The pub Guinness أكيد. يلي بغير عادته وبتقل ساعاته. Miller's Pub 1935-1950 New Management Core بقلب المنطقة، أكثر من 3500 ريفيو على جوجل مابس، كل العالم تجي لهون، كتير معروف، مفول مبكل drinks and an amazing menu. طلع عبالي أطلب كل شيء، لدرجة في اشياء، لدرجة حسيته بشاي، لدرجة حسيته طيب، انه بالاخر هيك رف قلبي عشو على جريلد هام اند تشيز، يعني ابسط شيء وانا اكيد رح انبسط فيه as comforting as it is. اخر الليل ونفوت النوم باول ليلة من شيكاغو. تشيرز اجين. جريلد تشيز، او ماي جاد، تشيز اند هام ساندويتش بالبيت ما عملنا منه. هيدا الساندويتش المفضل تبع عشية عشاء فاميلي دينر، قاعدة قدام التلفزيون وسريعين خلص in no time. So good. Thick ham، كمية جبنة غير شكل، شدر، خبزة، شربانة زبدة للعمى، عم بلمع. And then, so good. So good. Probably the best thing I've had this today. من أطيب الأشياء أكلتهم اليوم. لأنه فيها nostalgic and comforting. بس ما اخترعوا البارود يعني. يلا cheers again. هيك سهرة عروية. French fries طيبين، كاتشب، نايس ميوزك، عجقة، ضجة، عالم رايحين جايين، عم نطلع بهالناس and I'm loving it. لكم good night، ونلتقى بكرة بشيكاغو day 2.
USA Day 14. Wow. 9 more days to go.